أهلا بكم. أعلن والي ولاية الجزيرة الرئيس المناوب لمجلس إدارة مشروع الجزيرة الفريق أول ركن علي محمد سالم أن نائب رئيس الجمهورية دكتور عثمان محمد يوسف كبير سيزور الولاية يوم الثلاثاء 19 من مارس الجاري لتدشين حصاد القمح بمشروع الجزيرة. ومن جهته قال محافظ مشروع الجزيرة المهندس عثمان سمساعة إن الموسم الحالي يبشر بإنتاجية عالية في محصول القمح نتيجة للمجهودات الكبيرة التي بذلتها الإدارة الزراعية وشركاء الإنتاج، مؤكدا عزم الدولة على توفير السلع الاستهلاكية الناتجة من القمح. وتعول الدولة على زيادة مساحات القمح وارتفاع الإنتاجية لتغطية الجزء الأكبر من استهلاك البلاد من القمح وتوفير العملات الصعبة التي كانت تذهب لاستيراده. مما لا شك فيه أن القطاع الاقتصادي في التشكيل الوزاري الجديد سيواجه أصعب المهمات إن لم يكن أعسرها على الإطلاق، وهو يتسلم بعد مضي ربع الموازنة المجازة والتي أطلق عليها موازنة الخطط والمشروعات والبرامج دون أن ينكشف للمتابع ما إذا كانت ملبية للطموحات وقادرة على إنفاذ ذاتها أم لا. فوزير المالية محافظ بنك السودان المركزي منصبان تعاقب عليهما في العام المنصرم 3 أشخاص وربما أكثر، مما يعني أن الربكة حالة فيهما، وذلك بقدر ما عليهما من مشكلات مؤصلة، والنظر إلى مهام الرجلين فقط دون القطاع الاقتصادي إجمالا سيجد أن ثمة جبالا صلدة على الرجلين تحويلها من صدر الاقتصاد السوداني. ومن بين تلك الجبال الصلدة مسألة سعر الصرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، والذي واجه انفلاتا لم يفلح معها جهد المجتهدين، فقد صعد الدولار مقابل الجنيه لأكثر من 3 أضعاف ما كان عليه، إضافة إلى التضخم الذي شهد معدلات غير مسبوقة إطلاقا واضطراب في سعر الدولار الجمركي، انعدام دولار الدواء وما يقابل اليومي من احتياجات البلاد الأساسية في المحروقات والخبز وغيرها. ومن البديهي أن هناك مشكلات كبيرة تتعلق بالتهريب الأكثر ضررا على أي حرب يواجهها السودان، وهو تهريب الذهب الذي كان من المنتظر أن يحل محل العائدات النفطية والذي فقدها السودان منذ فصال جنوب السودان في العام 2011. وقد أعيى الحادبون ذلك التهريب المستمر حتى الأسبوع الماضي حين وضع والي نهر النيل الجديد، وهي الولاية المشهورة بإنتاج الذهب، اللواء الطيب المصباح، يده مشددا على مسألة تهريب الذهب باعتبارها هما مقلقا. لكن هناك مستويات متفاوتة في مشاغل وزارات القطاع الاقتصادي، وهي تستقبل وزراءها الجدد بيد أن هم القطاع الأكبر هو على ما يبدو سيكون السير على طريق تقليل الإنفاق الحكومي ومحاولة زيادة الإنتاجية وتعزيز الصادرات، وهما رافعتان سيكون من العسير الإيفاء بهما في شروط الوقت الراهن على الأقل. ولمزيد من التوضيح ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس مجلس مهن الإنتاج الزراعي بمشروع الجزيرة عبد السلام الشامي. مرحبا بك سيد عبد السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الإخوة في سودانية 24. نعم سيد عبد السلام، في البدء كيف تقرأ إنتاجية القمح في الموسم الحالي وهل تتفق والتوقعات؟ نعم، بحمد الله انطلقت عمليات الحصاد منذ أكثر من أسبوع وتسير العملية بصورة طيبة. في متوسط يبلغ من 13 إلى 15 إلى 20 تتفاوت المساحات، ولكن إلى الآن لم ينزل الإنتاج عن 18 جوال للفدان. نعم سيد عبد السلام، ما زال التخوف من تأثير مشكلة شح السيولة وانعكاسها على عملية الحصاد قائما، ماذا تم بخصوص هذا الموضوع وهل هناك سيولة كافية لمقابلة الإنتاج؟ نعم، هذا هو الموضوع الأساسي وهو موضوع الساعة، وهذا الأمر قد تطرقنا له منذ وقت مبكر. كانت من خدمة المطلوبات اللي هي الخيش والحاصدات
توفيقك وتوفرت كل هذه الأشياء وبقيت مسألة السيولة مسألة الكاش. نعم. وهنالك مزارعين قد سلموا محصولهم بالفعل للبنك الزراعي السوداني للمحصول للمخزون الاستراتيجي. نعم. لا من قبل 6 أيام إلى الآن لم تصل المبالغ المطلوبة لشراء فائض المزارعين. نعم. سيد عبد السلام، الحكومة قررت احتكار شراء محصول القمح من المزارعين للمخزون الاستراتيجي بسعر 1850 جنيه، ما هو تأثير القرار على منتجي القمح؟ القرار يعلن منذ سبتمبر الماضي من العام الماضي وكان حينها قرارا مجزيا. نعم. وشهدت الفترة الأخيرة زيادة في بعض الأشياء. نحن من جانبنا رفعنا الأمر إلى السيد وزير الزراعة عبره إلى السيد رئيس الوزراء في أن يتضاف مبلغ 200 جنيه للشوال للفائض، وإن شاء الله سيزور المشروع في منطقة قسم الهدى في مكتب شمدي الثلاثاء القادم 19 من الشهر الجاري السيد نائب رئيس الجمهورية يوسف محمد علي كبر، ونتطلع لهذه الزيارة لما لها من مردود إيجابي إن شاء الله في السعر وفي توفير الكاش وللاستعداد أيضا للموسم الصيف القادم إن شاء الله. نعم. سيد عبد السلام الشامي، الحكومة تحدثت كثيرا عن تشجيع المنتجين لزيادة المساحات المزروعة من القمح، والمنتجين طالبوا برفع سعر التركيز إلى 2250 جنيه، أليس المبلغ كبير خاصة أن المزارعين احتفوا من قبل بسعر التركيز 1800 جنيه؟ المبلغ ليس كبيرا إذا قارناه بالتكلفة العالية. جنح بالمناسبة هو محصول يعامل بالآلة من الزراعة إلى الحصاد، ولكن التكلفة عالية، كل المدخلات سعرة مرتفعة، السوق أيضا كل المطلوبات كلها ارتفعت، فالسعر أنا أفتكر أنه ما فيه مغالاة. والفيصل في كل هذا الأمر هو مسألة الكاش كما ذكرنا. إذا امتدت المدة التي لم يوفر فيها الكاش إلى أكثر من ذلك، أتوقع أن يكون هنالك إحجام على التسليم، وهذا يخلق مشكلة، يخلق عدم ثقة بين المزارعين وبين الإخوة في البنك الزراعي، وهم وعدوا أرجو أن يفي كل شخص وعد بما وعد به، لأن مستقبل زراعة القمح في السودان بتتوقف على هذا الأمر وهو الإيفاء بالمطلوبات. نعم. السيد عبد السلام، المواعين التخزينية واحدة من المشكلات التي تواجه الإنتاجية العالية، هل يكفي الخيش الموجود لتغطية كل المساحات المزروعة؟ نعم، من ضمن المطلوبات الخيش، والخيش متوفر الآن ما فيه أي إشكالية، الوقود متوفر للترحيل وللحصاد ما فيه أي إشكالية، حتى العربات المرشدين المنتشرة في الخيط توفر لها كل الوقود المطلوب، والآن العمليات تصير بصورة طيبة وصورة ممتازة. نعم. أتوقع أن تكون زيارة الأخ نائب الرئيس للمشروع. نعم. في الثلاثاء القادم فيها مشاريع كثيرة، لأنه كما ذكرت المزارعين أقبلوا على القمح، والمساحة وصلت 381 ألف فدان. نعم. يعني هذه المساحة منذ أكثر من 28 فدان سنة، أكثر من 28 سنة المشروع لم يزرع مساحة مثل هذه، وكل هذه أتت للمحفزات والسعر المشجع والسعر التركيز. ونتمنى أن تسير الأمور على ما يرام لكي يقبل المزارعون على موسم صيفي وموسم شتوي ناجح بإذن الله سبحانه وتعالى، فيه التعاون بين جميع شركاء الإنتاج إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر السيد عبد السلام الشامي رئيس مجلس مهن الإنتاج الزراعي بمشروع الجزيرة، شكرا جزيلا. ننتقل عقب الفاصل إلى طائفة من الأخبار الاقتصادية الإقليمية.